السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نيابة عن زملائي في مسيرة الحركة الوطنية في المملكة العربية السعودية والخليج العربي. نقدم لكم الشكر والتقدير بكوننا لبيت الدعوة وحضرت هذه المناسبة. هذه المناسبة نقدم لكم الشكر، نقول لكم ألف 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 شكر وتقدير. في جانب الحضور السادة ممثلي الأحزاب المتحالفة وسعادة رئيس الجالية حسين عيسى، السادة ممثلي السلاطين الشيوخ، رئيس التجمع الرياضي للجالية الشادية محمد هارون الشيخ، رئيس مجلس الإدارة لمدرسة إدريس ديبي تنو العالمية بالممثلية العامة لجمهورية تشاد بجدة، السيد محمد سليمان رئيس مكتب الصناعيين للحرف اليدوية، السادة أعضاء مكتب الشباب، السيدات عضوات مكتب النساء، السادة رؤساء المكاتب الفرعية جدة الرياض المدينة المنورة مكة المكرمة الطائف التابعين للحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية. أرفع لكم آيات التهاني أو باسمكم أرفع آيات التهاني إلى مقام فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ ولحكومته الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك والجمهورية الرابعة، تكون فاتحة خير للشعب التشادي عامة وللشباب وللمرأة التشادية خاصة، والتهاني موصولة للأمين العام المناضل الكبير محمد زين بادا عباس وأعضاء المكتب السياسي. سيداتي سادتي مناضلين ومناضلات الحركة الوطنية أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي بمكتب ممثلية الحركة الوطنية للإنقاذ، نقدم لكم ألف مليون تحية، وذلك لتلبية الدعوة لحضوركم هذه المناسبة. ولكن حبيت أريد إني أنا في فترة عملي خلال هذه السنين ما بكون أنا إبراهيم محمد موسى، ولكن الإمبيس بنيناها طوبة طوبة وما بنقبله، لأن الإمبيس خط أحمر، لأن بنيناها طوبة طوبة ما بنقبل بالهدم وما بنقبل الانقسام. حقيقة الأخ الدكتور زكريا فعلا بكونه انه هو الرجل الثاني
في المكتب السياسي وجاء حضر هني قبل 10 شهور وكون مكتب وبارك للمكتب وتفاجأنا انقلبت الأمور ورجع للمرة الثانية. أنا بتاريخ 28/9 اللي هو في رمضان طلبني في مكان أو مقر إقامته وطلب حضوري اللي هو يوم 28 رمضان، فقال أنا جيت للعمرة، ولكن برضو في مفاجأة بكونك إنك أنت تقدم لي المساندة، ومن خلال المساندة داير نكون مكتب جديد برئيس جديد. فقلت لي إيش المناسبة أو المساعدة اللي نقدمها؟ فقال لي بتقدم لي المساعدة بكون إنه أنت كأمين عام سابق لك الكلمة، وأنا مندشن المكتب ومنعين المكتب. أنا سألت سؤالين أو 3 أسئلة، قل لي أنت قدمت خطاب أو بالمناولة رسلت خطاب للقنصل وقلت بإقالة السيد الأمين العام من المملكة بكون من تاريخ هذا اليوم يعتبر ما هو أمين عام. أنا خدمت 23 سنة، ما هي أسباب الإقالة؟ فسكت. الجواب الثاني، تعودنا ومن فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو وعندما ذكر قال أنا ما جبت لا فوضى ولا ذهب وجبت لكم الحرية والديمقراطية، طبعا هي الامبيرس ولحنا قدمنا فوقها في حاجة اسمها لوائح في دستور، إذن الأمور دي تمت خارج الدستور، وهذا الشيء هل جزاء إنسان خدم السنين دي كلها؟ فسكت. فقلت إذا كان هناك في شكوى من المفروض تردوا لنا الخطابات، ونحن في مكتبنا نعرف ما هي الأسباب وما في الدوافع ومن هم المشتركين نديك الإفادة، لكن أنت ما رجعت للإدارة لمكتبنا وشلت القرار. فسكت وقال لي ربما يكون في خطأ، لكن كلنا نطلب منك المساعدة أو طلب من المساعدة للمرة الثانية. قلت لي أنا ما بننضرب مرتين في الطاعة، فإذن أنت إذا كان متخذ قرار بإقالتي بدون أسباب إذن عندك الميدان أمشي كون مكتب. هذا الحوار اللي تم ده تحول الحوار ده ووصل الرسالة، قال بكون إن الأمين العام وافق بتكوين المكتب ولكن القنصل رفض. طيب إذن أين المصداقية وأين الإخلاص وأين الرجالات البخدموا الأمبيس؟ فهذه الحالة بقت يوم 28/9، يوم 2 شهر شوال 1439 عملنا اجتماع في منزل سعادة القنصل وطلب بكون المساندة والمساعدة بحضور 75 عضو من المكتب ناقصين 3 72 ديل يحضر. جينا حضرنا. طيب فتحت الجلسة وكان حوار مباشر، وكان الحوار لكون الدائرين كيفية انه نبدأ نوصل الى نتيجة. فاذا اثناء الحوار في اكثر من سؤال، الاسئلة كلها اللي مصبة كان عتاب لكون الرئيس خدم وبدون اسباب، ولماذا ولماذا؟ هو ذكر بالنص قال الخطابات دي كلها وردت من السعودية ومن مكتب جدة، ورفع اليد وشال الأوراق ووصف بها قال دي هي الأوراق اللي جات من جدة. رد نائب القنصل قال لي إذا كان جاتك من جدة الأوراق دي اتعملت برا مو خارج المكتب، معناتها هذه مخالفة وخيانة وإحنا ما نقبل بالشيء. فمباشرة تراجع وقال أنا إذا كان اتخذت القرار يعتبر أنه القرار لاقي بإقالة إبراهيم محمد موسى، معناته إبراهيم محمد موسى رجع للمكتب تلقائيا بأنه هو ارتكب خطأ واعترف واعتذر. ففي اللحظة دي رجع على طول خلى الحوار مفتوح، الناس تدخلت في الموضوع وقالوا وقيل وقالوا، وهو كان بيسجل يقول لك عاوزين التغيير عاوزين التغيير.
ففي بعض الاخوان اثناء تدخلهم قالوا يا اخي بدل نطلع نضيع الوقت فمطلوب منك انت يا رئيس الجلسه اعمل الفريقين يجيبوا في الميدان ويعملوا تصويت. ذكر بالنص قال التصويت حسب تعليمات رئيس الجمهوريه ادريس ديبي اتنو لانه ممنوع التصويت بالنسبه لادارات المكاتب الحركيه او المكاتب التابعه للحركه الوطنيه للانقاذ بالتصويت. فهذا نقد يعني كيف انت تقول كرجل مسؤول وعلما ان الامبس لها قوانين ولها لوائح ويقول اللوائح دي ممنوع التصويت. اتفقنا بانه ما في تصويت. طيب قلنا امين. ففي ختام الجلسه طلب بكون يا جماعه الخير انتم الحاضرين باعضاء المكتب اسمحوا لنا بكون انه انا اخذ الموضوع ده ونمشي للقنصل ونائب القنصل على اساس نحل الموضوع بطريقه سلميه يرضى الطرفين. قلنا امين وفرينا. اليوم الثاني تفاجأنا بكون الدكتور او الاخ زكريا محمد صالح اختلفوا مع القنصل ومع نائب القنصل لسبب بكونه جايب كشف وفي داخل الكشف ذكر 37 للفريق باء الدائرين التغيير ضد ابراهيم محمد موسى و22 للفريق الف الدائرين يستمروا ابراهيم محمد موسى. القنصل رد لي قال لي يا دكتور انا هنا في الجلسه انت قلت ما في تصويت الاسماء دي جبتها من وين؟ اذا انت عندك شيء مخفي او اجنده دار تخدم بها الفريق الثاني اذا ما تعبنا امشي سوي شيك الشيء اللي جبته من هناك طبقه وامشي. اذا خلال 24 ساعه طبقت ثلاثه قرارات. قرار بالقاء اقاله ابراهيم محمد موسى. قرار بكونه انه الاخ عمر بلاله بكونه انه يعني غير جدير عشان يقدر بالعمل تم تغييره بالاخ عثمان. فهذا كل القرارات في خلال 28 معناته في تلاعب واضح وصريح. اذا القنصل انسحب من الموضوع ونائب القنصل انسحب من الموضوع والراجل ده امس عمل الانقسام. الان الانقسام والتكتلات الحاصله السبب الرئيسي زكريا محمد صالح. ما كان هناك في نزاهه وما كان هناك في تطلعات بكون ان العمل ده عمل مناضلين. انا نفهمها من يوم ما بدا كان في الحركه الوطنيه للانقاذ كل فتره انتقاليه او كل فتره بيجي وفد بمهمه خاصه بقابل المناضلين بقابل المكاتب الفرعيه وياخذ بالاراء وفي الميدان العمل ماشي زي ده. لكن عمل بيجي ورا الكواليس لاول مره تحصل. اذا انا ناشد باسمكم جميعا هني ونطلب التدخل من المسؤولين الشرفاء وعلى راسهم فخامه رئيس الجمهوريه ادريس ديبي اتنو التوجيه لمعالجه الامور الموجوده الحاليه. ان احنا نرفض الانقسام، ان احنا نرفض مكتبين، وعلى هذا السبب احنا نطالب بلجنه محايده على اساس انها تقوم باسرع وقت ممكن بحل هذه الامور. الامور اذا ما كان جاء وفد من داخل البلد لحل هذا الوضع بان الوضع بيكون خطير جدا لكل المناضلين. الان بقينا جروبين، جروب يقول ايوه، جروب يقول لا، وتراشق بالكلمات وكلام. الان تنقشيت في الفيسبوك او في عبر الوسائل الاتصالات بتجد انه الامور دي وصلت البلد بصوره غير لائقه لان المسؤولين ذاتها تدخلوا وتكلموا في المواقع وقالوا ان احنا عارفين المملكه العربيه السعوديه خدمت وادت الكثير ولها احترام ولها تقدير. لكن عبر الكلام الاسهل بتنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عكست الصوره بكون الخلاف بقى واضح
وهذا باسمكم جميعا نقدم لكم الشكر. وانا اذا كان قدمت هذه السنين قدمت بكم انتم الموجودين. وبالنسبه اذا كان اللي بيقولوا انه في عنصريه وتفرقه، الامه اللي موجوده الان كلهم بمختلف الوانهم، معناته ده بيعتبر خارطه الشاد امامي. وانا نعتز بهذا الحضور، وبنشكر كل من حضر وكل من شارك، وبنشكر الفرق الفنيه والفرق التنظيميه، وبالذات يعني نحن جزء من الام بي اس اللي هم خدموا الام بي اس. طبعا لا ننسى انه الفرق الفنيه جزء مننا وفينا، بيقدموا لنا الكثير، وخاصه الاخ مدسر والخاله خدود، ما اتفق مش فاهم طيب الخاله خدود. واذا انا مسرور كثير بكون انه مكتبنا شرعي ويستمر حتى يجي وفد رسمي، وهذا ما يجي. وشكرا وكل عام وانتم بخير.
أيام حلم نريده، راني مسؤول نريده.
صفقة إبراهيم مع مجموزة كل الروح.